كرات بطاطا مقرمشة ومحشية جبن. واو مهرجان نكهات كلش رهيب. مبدئيا جدر بيه مي نخليه على الطباخ، نزل بوتيتا بالمي واحدة اثنين خمسة ونتركها تنسلق. هسه نجيب صمام مثل هذا ونخليه بمحضرة الطعام، نقفل محضرة الطعام، كملنا طحن. هذا شكله يمكن شنو شوية رطب حتى ننشف من الرطوبة. طاوة على نار هادئة ننزل بيها البقسم ونقلب بيه بهذا الشكل، نفرغه بالماعون. هسه نخلي البوتيتا بطاسة ونضيف لها بودرة ثوم، بودرة بصل، ملح ونتفة فلفل أسود. هسه نغسل البوتيتا، نتفة من البوتيتا نفتحها بهذا الشكل ونخلي لها قطعة من جبن موزاريلا ونقطعها مكعبات، نسويها على شكل كرة هيج ونخليها بصفحة. ورا ما كملناها تكوير بهذا الشكل نجي مرحلة التلويث. اخذ كرة من البطاطا اخليها بالطحين، لوثها بهذا الشكل، لوثها بالبيض من كل الجهات، نزلها فتات الخبز هيج تمام. ورا ما كملناها نقليه بزيت حيكون حرارته وسط حتى تتخرمش من الداخل والخارج، نزلها بالزيت، نزلها بالجدر وهذا شكلها ورا قليل.